السلام عليكم طلبة الصف السادس، منهج متميزين. محاضرتنا بالأحياء رقم 4 راح نتحدث بها عن مكونات السيتوبلازم الحية. راح ناخذ بها 3 عضيات موجودة في السيتوبلازم، وهذه العضيات موجودة فقط في سيتوبلازم الإيوكارياتيك سيل، ما موجودة بالبروكارياتيك، فانتبهوا لهذه الفقرات. الإندوبلازميك ريتيكوليوم، الشبكة البلازمية الداخلية، الاندو داخلية والبلازميك بلازمية، والريتيكوليوم هي الشبكة. هذه الشبكة الداخلية البلازمية او الاندوبلازميك ريتيكوليوم هاز ريتيكوليت، يعني راح تمتلك، او هي شنو وصفها، خلينا نقول راح يكون عندها نظام انتركونكتد متداخل شبكي، نظام انتركونكتد متداخل، يعني بالداخل يكون متداخل ومتصل، كونكتد ريتيكوليت اللي هو شبكي. اوف مين هذا النظام المتداخل الشبكي؟ من التيوبلز اند الفيسيكلز، من النبيبات وحويصلات، مو انابيب، نبيبات هنا، لان انا داخل سيتوبلازم الخليه، يعني العضيات الدا اشوفهن كلهن مجهريه. اتاتش تو بلازما ممبرين، هذا هنا الديسكرايب بالوصف الها او الستركتشر، هذا السطر والكلمتين. جينا لهنا راح ناخذ اللوكيشن، attached to plasma membrane at certain place and attached to nuclear membrane at other place، يعني راح يكون يلتصق بالغشاء البلازمي من بين اماكن certain معينه، and يلتصق بالnuclear membrane and other place، يعني خلينا نقول مكانه هيكون محصور ما بين النيوكليوس والبلازما ممبرين. هذه خليه حيوانيه، جيتكم ان شاء الله ولما نكمل محتويات السيتوبلازم الحية راح نبلش نحفظهم، لأن راح يصير عندي تصور كامل عن هاي المحتويات الموجودة. فهسه أنا عندي الإندوبلازم كريتيكوليوم، راح يكون موقعها بين البلازم ممبرين اللي راح يلتصق بأماكن معينة، تشوفوها هنا، وبين النيوكلير ممبرين أيضا راح يلتصق بها بأماكن معينة certain place. فهذه هي الشبكة البلازمية اللي هي عبارة عن تيوبلز، نويبات وحويصلات، لأن هذا رسم تخطيطي. فإذا تشوفوه هنا اكو حويصلات موجوده هنا، زين. هذه الاندوبلازميك ريتيكوليوم اللي راح القاها بنوعين، راح اجي على تفاصيلها. زين، هسه اللوكيشن عرفته، اجيت للاندوبلازميك ريتيكوليوم، اتس ذا بليس، مكان وير ذا ليبيدز كربوهيدرات اند بروتين ار ميد، راح يتم تصنيع بالبروتينات والكربوهيدرات والدهون، راح يتم تصنيعهم داخل منو؟ داخل الاندوبلازميك ريتيكوليوم، داخل الشبكة البلازمية الداخلية. إذا هذا الفونكشن، الوظيفة. لوكيشن يعني هنا راح يكون ديسكرايب الوصف، هنا اللوكيشن، وهنا هيكون عندي الفونكشن اللي هو الوظيفة. زين، it is called، تدعى بالإندوبلازميك، ليش أصيح لها بالإندوبلازميك؟ because of branches، فروعها، and the interlocks، التداخلات اللي موجودة من اللي أشوفها بها، أو الترابط اللي موجود به، التفرعات والترابطات اللي يصير بعد هاي التفرعات with each other، وحدة مع الأخرى، راح أصح لها الإندوبلازميك. طبعا هذا هنا خطأ علمي. شنو هو الخطأ العلمي الموجود هنا؟ هو يقول ليش صحت لها الإندوبلازميك؟ إندوبلازميك معناها البلازمية الداخلية، أو معنى الاندوبلازميك البلازمية الداخلية. هنا يقصد معنى الريتيكوليوم، ليش صحت لها شبكة؟ أنا ليش صحت لها شبكة؟ لأن هي عبارة عن فروع، يعني متفرعات وتداخلات بيناتها. بس أنا هنا أقول ليش صحت لها الاندوبلازمية؟ ليش صحت لها الاندوبلازمية هاي؟ إنه هي موجودة بداخل السيتوبلازم. هنا المفروض يخلي كلمة ريتيكوليوم، بس إحنا نمشي على خطأ الكتاب وما نتصرف من يمنا اي تصرف، بس انتو على مود تفتهمون، لان عقولكم غير شكل. احتراما الها، هنا دا يحكي تفسير الريتيكوليوم مو تفسير الاندوبلازميك، لان هذا تعليل، give the reason او اكتب السبب ليش انا صحت لها الاندوبلازميك، ليش صحت الاندوبلازميك ريتيكوليوم بهذا الاسم. السبب لانه اكو برنجز اند انترلوكس وذ ايتش اذر، انه تتفرع وتتداخل فيما بينها. زين، الاندوبلازميك ريتيكوليوم راح ديفايدد ان تو تايبس. هسه اني قلت لكم السطر الاول ديسكرايب، السطر الثاني لوكيشن، السطر الثالث فانكشن،
السطر الرابع راح يكون سبب تسمية، أما الخامس فهو التقسيمات. راح أقسمها إلى نوعين. على أي أساس أنا قسمتها إلى نوعين؟ راح أقسمها للرف إندوبلازمي كريتيكليوم اللي مختصرها آر إي آر، اللي الآر جاية من الرف والإي من إندوبلازمي والآر الثاني من ريتيكليوم. راح أصح لها سموث إندوبلازمي كريتيكليوم اللي هي إس منها والآر والإي من الإندوبلازمي والآر من الريتيكليوم. الرف نتيجة لوجود الريبوسومات، فأني على اليمين أروح على الرسم هذا. هذه هي الرف إندوبلازميك ريتيكوليوم، هو مختصر الـ ER. هنا مظهرها هيكون رف خشن نتيجة لوجود الريبوسومات على أسطح نبيباتها. أما السموث فهي نو ريبوسوم، بتكون ملساء ناعمة. لهذا السبب أني سميتها أو قسمتها إلى قسمين، رف أند سموث إندوبلازميك ريتيكوليوم. هسه راح أجي لتفاصيل كل نوع منهن. الرف إندوبلازميك ريتيكوليوم هذا النوع، this type of إندوبلازميك ريتيكوليوم has ribosome on its tubules على أسطح نبيباتها، لذا هي سبب التسمية مالتها بالرف. they look بما ينطيها مظهر look مالتها، المنظر مالتها هيكون رف أو رجل اللي هو حبيبي، خلينا نقول عليه مظهر حبيبي او خشن، لذا سميتها اني بالرف اندوبلازميك ريتيكوليوم. هذا سبب التسميه، نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين الوظيفه. اذا انا راح احفظ من الاندوبلازميك الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم سبب التسميه اللي يصح ليها رف، والثاني الفانكشن مالتها. هذا النوع هاز اكتيف رول، راح يلعب دور مهم ان بولدينج بروتين، في بناء البروتين. علل give the reason، انطيني سبب ليش الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم تلعب دور نشط اكتيف رول ان بولدينج بروتينز. راح يكون الجواب نتيجه لوجود it has ribosome on its tubules على نبيباتها، لان موجوده الريبوسومات، والريبوسومات which اللي هي blood او blood a بروتين اللي هي تبني البروتين. زين، هاي الوظيفة رقم واحد. الوظيفة رقم اثنين they have، الذي على اليمين على الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم، بتساعد transport material بنقل المواد inside the cell. ثبتوا هاي المعلومة هنا انه هي راح تساعد بنقل المواد. يعني انا راح اكتب هنا الوظائف، هنا راح اكتب هنا خلي في الستيكرز، او اكتب هنا ملاحظة سبب التسمية ليش صحت لها الاندوبلازميك الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم. هنا راح اكتب وظائفها. وظائفها هيكون ثلاث. اول شيء تلعب دور نشط اكتيف رول ان بولدينج بروتين. اكتب يمها واي، ليش واي؟ على مود تعرفون انه هذا تعليل هيجيكم نتيجه لوجود الريبوسومات اون اتس تيوبلز على نبيباتها، الوتش عائده على الريبوسومات بولد بروتين. اثنين they help transport material inside the cell، هي تساعد بنقل المواد داخل الخلية، بالأخص to Golgi body. مو كتبتوها هاي رقم اثنين هنا، ظللوها بلون معين لأن هاي بها إشارة من نكمل المحتويات السيتوبلازم الحية. راح أقول لكم ارجعوا لهاي المعلومة لأن راح أكو تشابه راح يصير. It also أيضا act as a structural reticulum of intracytoplasm material، هي أيضا راح تلعب دور بمن راح تلعب دور انه هي راح تسوي الهيكلية السيتوبلازمية او الهيكلية البينية السيتوبلازمية للمواد. يعني شلون نسوي للشبكة هيكلية بينية للمواد السيتوبلازمية؟ شنو شبكة هيكلية للمواد السيتوبلازمية؟ شايفين الخيمة لازم اكو اعمدة بالداخل ترفع لياها. هذه النبيبات التيوبلز اللي موجوده بالانتوبلازم كريتيكوليوم، هاي شبيهه راح تنطي هيكليه تخلي لي قوام السيتوبلازم بالداخل شويه ثابت، او يعني تعطي بيه هيكل له. زين، انا عندي بالبلانت سيل وجود السيل وول ينطيها شكل ثابت، فهاي هنا ما راح تاثر عليها، لكن هنا لا راح ياثر عليها وجود الاندوبلازميك ريتيكوليوم. فاذا عندي هسه ثلاث وظائف اثبتهن هنا، هذه للرف اندوبلازميك ريتيكوليوم. اجيت للسموث. السموث ليش صح لها بالسموث سبب التسميه؟ ثبته هنا انه هي تختلف فروم رف اندوبلازميك ريتيكوليوم
in that they have no ribosome, ما عندها ريبوسوم، لذا they are smooth، لذا هي راح القاها ناعمة. هاي اللي هنا سبب التسمية. هسه اجي الوظائف، ايش راح اسوي وظائفها؟ راح هذا احدده او الزق عليه استيكر اكتب الوظائف، لان هن هيكون اربع وظائف. As in the case، بهاي الحالة الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم، يعني مثل ما بحالة أص مثل ما بحالة الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم، the smooth ريتيكوليوم راح ترانسفيرز، راح تنقل الماتيريال انسايد يعني إلى داخل الخلية، and هاي وظيفة رقم واحد، and act as a structural reticulum of intracytoplasm material، رقم اثنين اللي هاي تتشابه ويا الوظيفة السابقة اللي موجودة بالرف، يعني وظيفتين هن راح يكونن أساسيات سواء كانت سموث أو الرف. زين، الوظائف الثلاثة المختلفة، the smooth endoplasmic reticulum has a vital role، راح تلعب دور حيوي in detoxification، دي إزالة التوكسيفيكيشن السمية، إزالة السمية بمن؟ بالأدوية and the medications، هنا بالمخدرات، هنا نقصد بها المخدرات وهنا الميديكيشنز الأدوية. إذا راح تلعب دور حيوي في إزالة السمية من المخدرات والأدوية. هاي الوظيفة رقم ثلاثة واللي هي الوظيفة المختلفة الخاصة بهنا. هنا أنا رقم أربعة انتبه، يعني أرد شوية مخمخون وياي، لأن راح نحكي شغلات أساسية. They are the place، مكان لصنع، مكان العفو لبناء، يعني البذي على السموث، مكان لبناء building and concentration، تركيز يعني بناء وتجميع أو تركيز الفاتس الدهون، راح تكون بناء مكان لبناء وتركيز الدهون. هاي من هي السموث endoplasmic reticulum. زين، لذا راح ألقاها تظهر بالخلايا، يعني هاي الخلايا المكونات او العضيات راح القاها تظهر بخلايا الاوفري اللي هي المبيض، الغدد الذكريه testicles and two adrenal glands اللي هي الغدد الكظريه الموجوده اعلى الكليه، غدتين عندي راح القاها تكثر يعني موجوده هناك بقوه. ليش؟ لان ذني الغدد يفرزلي سكريت، يفرزلي سترويد هرمونز، يفرزلي الهرمونات السترويديه. هرمونات السترويديه تفرز من قبل ذمن الغدد، المكون الاساسي السترويد اللي هو عباره عن دهون، يعني اني السحولهم السموث اندوبلازميك ريتيكوليوم اللي هي العضيات تكثر بهذني الخلايا او بهذني الغدد. ليش؟ لان وظيفتها بناء وتجميع، بناء وتركيز الدهون، اللي ذني المكونات الاساسيه للهرمونات الاسترويديه اللي من تنتجهن، تنتجهن الغدد ذني الكظريه، الغدد التستيكلز اللي هي الغدد الذكريه، والاوبري اللي هو المبيضه. زين، راح تلقون ببعض الملازم ان السموث اندوبلازميك ريتيكوليوم خالها خمس وظائف، يعني يقول لي ان هنا نقطه، يعني ماخذ هذا موضوع منفصل، هذا مو موضوع منفصل، انتم درستوا باحياء الخامس انه الهرمونات اقسمها نوعين، هرمونات بروتينيه وهرمونات دهنيه، هذه احد انواع الهرمونات الدهنيه اللي تفرز من غدد مو تفرز من عضيه موجوده في السيتوبلازم. هذا الشيء اللي يدحض كلام اي واحد يقول انه السموث اندوبلازميك ريتيكوليوم خمس وظائف، اربع وظائف، الوظيفه الاولى نقل المواد، الوظيفه الثانيه الهيكليه، الشبكه الهيكليه of intracytoplasmic material، الوظيفه الثالثه vital roles of detoxification اللي هو ازاله السميه بالمخدرات والادويه، والوظيفه الرابعه مكان لبناء وتجميع الدهون، ولان هي مكان لبناء وتجميع الدهون لذا تظهر بكثره بهاي الخلايا، لان هاي الخلايا تفرز فهي تمدها بالماده الاوليه لمكون الهرمون. زين، اني لعد شو اسوي اذا اجى بالوزاري؟ فسنه واحده بالوزاري جايب من المسؤول عن افراز الهرمونات الاسترويديه؟ كان الجواب النموذج سموث اندوبلازميك ريتيكوليوم، لذا يعني اني من يجيب لي من المسؤول، هو از ريسبونسبل سكريت سترويد هرمون، ايش راح اكتب له؟ راح اكتب له ذني الغدد بين قوسين السموث اندوبلازميك ريتيكوليوم، هو لان كل مره المصحح عندهم جواب نموذج الشكل يعتمدون عليه، فهنا انا راح اوقف، راح انتبه. زين،
الوظائف احنا شو مسوي؟ راجع ذاكر الوظائف، احنا ذاكر وظائف الاندوبلازميك ريتيكوليوم بشكل عام، ليبيدز، كربوهيدرات، بروتين، ميت. شفت بعض الملازم، بعض المدرسين هاي الوظيفه الاساسيه معتبرها، وما خذني الوظائف المشتركه، يعني قايل رقم 2 تساعد بترانسبورت ماتيريال انسايد ذا سيل، وثلاثه انه هي تعمل ستراكشرال ريتيكوليوم اللي هي كشبكه هيكليه. فضايف لوظائف الاندوبلازميك ريتيكوليوم مسويهن ثلاثه، فهاي هم تنتبهوا لها هاي الفقره. احنا الوظيفه الرئيسيه اللي حاسبكم عليها بالوزاره هي هاي وظيفه الاندوبلازميك ريتيكوليوم بشكل عام، موقع الاندوبلازميك ريتيكوليوم بشكل عام. شنو فرق هذا عن هذا؟ انا عندي الكربوهيدرات، شنو هي الكربوهيدرات؟ شنو هي الوحده مالتها الاساسيه؟ اللي بتزيد الدهون انا عرفت السموث اندوبلازميك راح تكونها، والبروتينات انا عرفت انه وجود الرايبوسومات يكون البروتينات، اذا هاي هتكون وظيفه مشتركه بيناتهم. السموث اندوبلازميك ريتيكوليوم هاز ابيسال رول، راح تلعب دور في ازاله، يعني هنا انا دي يعيد الوظائف الخاصة بالسموث أكثر من الرف. الوظيفة الخاصة بالرف هو بناء البروتين نتيجة لوجود الرايبوسومات، الوظيفة الخاصة بالسموث أنه تلعب دور حيوي في إزالة السموم، بناء مكان لبناء وتجميع الدهون، لذا هي راح ألقاها راح تظهر لي بهاي الخلايا، لأني وظائف خاصة. أما الوظائف المشتركة فأني عرفتها. لهنا غطينا موضوع الإندوبلازميك ريتيكوليوم بشكل عام. تروحون هنا ماكو فشي جديد، خلينا نقول انه هي شنو هي، يكون هي عباره عن يعني الوصف مالتها ستراكشر، ايضا اللوكيشن مالتها راح تلتصق بالاندوبلازميك ريتيكوليوم، بالبلازما ممبرين من جهه وبالنيوكلير ممبرين من جهه اخرى، ما هي اهميتها؟ ثلاثه، الوظيفه الاولى هي الاساسيه، اما الوظيفتين الثانيات فهن ثانويات مو اساسيات لان مشتركه بيناتهم. What are the types of endoplasmic reticulum؟ عندي اثنين، وقسمتهن على أي أساس؟ قسمتهن على أساس وجود الريبوسومات. الإندوبلازميك ريتيكوليوم is called، تدعى بالإندوبلازميك ريتيكوليوم. ليش يصح لها بهذا الاسم؟ اعطيني سبب. نتيجة للتداخلات والتفرعات الموجودة، الإندوبلازميك ريتيكوليوم راح تقسم تو تايب. هاي أقول نتيجة لوجود الريبوسومات، إنه الرف has ribosome on its tubules، بينما السموث doesn't have ما تمتلك هاي. زين، شنو وظائفهن؟ ذني وظائفهن غطيناهم بشكل عام. The rough endoplasmic reticulum has active role in building protein بسبب وجود الريبوسوم. The smooth endoplasmic reticulum appears تظهر بالخلايا هذني، لأن هذه smooth endoplasmic reticulum مكان لبولدينج and concentration of fats، تجميع بناء وتجميع الدهون، لذا تظهر بها لأن which secretes steroid hormone. فتنتبهون لي وين انتهت الإجابة. الإندوبلازميك ريتيكوليوم called smooth، والإندوبلازميك ريتيكوليوم called rough، وحدة لأن بها ريبوسومات والثانية doesn't have. زين، عندي مقارنة بين الرف والسموث، راح يكون سبب التسمية نقطة واحد، نقطة اثنين الوظائف. راح تلقون بعض الملازم ضايف نقطة رقم ثلاثة، يقول هنا وجود رايبوسومات، هنا ماكو رايبوسومات. زين، مو أنا ذكرتها ضمن هاي النقطة ذكرتها، فماكو داعي إنه أرجع أعيدها مرة ثانية، فهاي انتبهوا لها الفقرة. زين، Divine endoplasmic reticulium بشكل عام، what is the function of rough endoplasmic or smooth, ما location and important. يعني إذا مجموعة من الأسئلة أنتوا راح تعرفوها. الريبوسومات شنو اللوكيشن مالته؟ In cytoplasm of prokaryotic and eukaryotic، موجودة في cytoplasm، خلايا حقيقية النواة وبدائية النواة. أيضا on the tubules of rough endoplasmic reticulium اللي endoplasmic موجودة بالإيوكاريوتيك. هنا راح يجي سؤال، موجودة بسيتوبلازم ريكاريوتيك؟ بالله هذا موجود بالكتاب نصا، بالمميزات الخلايا هنا أخذناها أعتقد بصفحة 8، من مميزات الخلايا البراكاريوتيك إنه وجود الرايبوسومات به. زين، بالإيوكاريوتيك ما ذاكر وجود الرايبوسومات، فأقول لكم من هذا الرسم، هذا الرسم باعه هنا مأشر رايبوسوم، إذا الرايبوسوم موجود في السيتوبلازم، السيتوبلازم الحقيقية والبدائية، هاي نقطة رقم واحد. اثنين، موجود على أسطح on tubules of rough endoplasmic reticulum، إذا إلى موقعين
السموث اندوبلازميك ريتيكليوم هيكون إلى موقعين، فهذا أريد شوية تنتبهوا لهذه التفصيلة، لأن هاي التفصيلة مهمة، يعني حيل مهمة لكم. بعدين راح يكون عندنا تعريف شامل للريبوسومات. هسه بعدنا وظيفة الريبوسوم هذه مو تلعب دور حيوي، لا هي بولدينج بروتين، هي راح تبني البروتين، وظيفتها هي بناء البروتين، بولدز اوف بروتين. زين ما هي وظائف السموث؟ ذني ها وير داز ذا سموث اندوبلازميك ريتيكليوم انكريز، وين القى السموث زايده انكريز بزياده؟ راح القاها ان اوفري تيستيكال سيلز، وحتى الاندوريال هم اضيف هنا الغدد الكظريه. هو از ريسبونسبل فور، من المسؤول عن ازاله السميه السموث اندوبلازميك ريتيكليوم، السموث تزداد ان اوفري، يعني ذني انتبه لهم. هنا أنا ايضا راح ازيد، مو بس بذن الاثنين، حتى باللي هنا أنا احكي له التفاصيل بدقة. انت فانتبه لهم ذني التفاصيل، لان ذني معلومات حيل مهمة. اوكي هذا هو موجود جوابه هنا أنا. زين وهنا أنا هم نضيفها. And زين ذني هسه نحنا تقريبا احنا غطينا موضوع الشبكة البلازمية. هنيجي هسه الى كولجي ابراتيز اللي هو جهاز كولجي او كولجي بوديز يصيحوا له. كولجي ابراتيز اللي هو جهاز كولجي او كولجي كومبلكس او كولجي بوديز، يعني كلهن نفس الشيء اللي هو جهاز كولجي او معقدات كولجي. جهاز كولجي it is secretory apparatus اللي هو جهاز افرازي. زين هاي الفقره مال جهاز افرازي خلوها يمكم، لان بعدين راح اقول لكم ليش هو جهاز افرازي. And the first described، اول واحد وصف لي اياه هو العالم كاميلو كولجي بيا سنه 1898. هاي السنه هم تنحفظ، ليش صار عندي السنوات اللي بها حدث بيولوجي كتيكم ذني تنحفظ. زين وين وصفه اول مره؟ بينما كان ستادينج يدرس النيورونز الخلايا العصبيه، فقال يابا اكو شيء اسمه جهاز كولجي، جهازي كم مواصفات، فسموه نسبه اليه. قال له يابا ما طول توصفته، يلا هاي يسجل باسمك. كولجي ابراتيس هاز سبيشال لوكيشن، هسه نجي انه هذا من وصفه وليش يصحوا له جهاز افراز. يجيت لوكيشن مالته سبيشال لوكيشن ان ذا سيتوبلازم بتوين نيوكليوس اند بلازما ميمبرين، اذا هو نفس موقع الاندوبلازميك ريتيكوليوم هم بين النيوكليوس والبلازما ميمبرين، بس هنا يقول سبيشال لوكيشن موقع خاص. يرجع ياكد ات از هارد تو ايدنتلي، اللي هو ايدنتلي او ايدنتيفاي، اللي هي ايدنتيفاي من الصعوبه انه احدد، ايدنتيفاي احدد، ايش احدد؟ اتس سيرتن لوكيشن موقع معين له. اند اتس ديبيرز اللي هو راح يختلف ان ذا شيب اند سايز فروم وان سيل تو انذر، من واحد من خليه واحده الى اخرى راح القاه يختلف بالحجم والشكل من خليه الى اخرى، ومن الصعوبه انه احدده. ليش؟ لهنا نقطة. هسه اني هذا اللوكيشن كله، وهنا ندي يحكي عن الستركتشر، خلي ارجع على اللوكيشن. اني هاي هسه الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم وهاي نيوكليوس النواة. قلنا الرف انه هي عبارة عن تيوبلز اند فيزيكلز، هذا جهاز كولجي. هاي السترينير اللي هي سترينا اللي هي صهاريج، راح اخذها من ضمن مكونات جهاز كولجي. وهنا ايضا اكو فيزيكلز، واكو هنا فجوات، فجوات يعني هنا وهنا اكو فيزيكلز. اذا تشوفون من الصعوبه احدد موقع، اكو تشابه بينه وبين الاندوبلازميك ريتيكوليوم، فاكو فد شغلات انا ما اقدر يعني يصير اشتباه بينهن. نرجع نشوفه بهذا الرسم، بس هذا الرسم تخطيطي، هو هذا كولجي ابراتيز وهنا الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم، هذا ايضا هنا. وين كولجي هنا؟ هاي
حويصلات كولجي، هذا كولجي هو راسم لي. ما اقدر احدد ساعه متقدم هنا قريب كلش على اندوبلازم كريتيكال، ساعه قريب على الخليه، فما اقدر اقول هو وين بالضبط. المهم هو في سيتوبلازم الخليه، هو عنده سبيشال لوكيشن، موقع خاص، ما اقدر احدد هذا الموقع الخاص بالتفصيل الدقيق. زين راح اراويكم طبعا على القناه على التليجرام، انزل لكم فيديو شلون يتغير شكله وحجمه دائما. زين كولجي ابراتس اللي هو جهاز كولجي كونسيست راح يتكون اوف 3 تشامبر من 3 غرف ماركت باي سموث ممبرين، محاطه بواسطه اغشيه ملساء. اول وحده منهن من 3 الى 10 من الفلات اللي هي يعني تكون اكياس مسطحه عددها من 3 الى 10، اصح لها السيسترينا اللي هي سيسترينا تكون الصهاريج باللغه العربيه. هذه ما تتصورون ايش قد بالمنهج العربي جايبها، موقع او تعريف ديفاين. ايش راح اقول عليها؟ شلون راح اعرفها؟ طبعا هي هاي يقصد هاي الاكياس المسطحه، هذا كيس هذا كيس هذا كيس، يكون عددها من 3 الى 10، يعني يختلف عددها من خليه الى اخرى، ممكن 4 ممكن 5 حسب الافراز اللي راح يكون موجود، فراح يختلف هذا العدد بيها. زين هسه انا بدي اعرفها. It is the first chamber، الغرفه الاولى من كولجي بودي او كولجي ابريتس او كولجي كومبلكس، كلها صحيح، الغرفه الاولى من عده. It's marked by سموث ممبرينز، محاطة بواسطة أغشية ملساء، which consist of راح تتكون من 3 إلى 10 فولد، يعني من أكياس مسطحة. ممكن إنه أقول إنه هي تتكون من 3 إلى 10 من الأكياس المسطحة، ماركت باي سموث ممبرين، and it يعني تتمثل إنه هي the first chamber of the Golgi، يعني أقدم مؤخر ما عندي ماكو فد مشكلة. المهم إنه هي الغرفة الأولى من جهاز Golgi محاطة بأغشية ملساء، وهيكون شنو هي؟ عبارة عن أكياس مسطحة وعددها من 3 إلى 10. هذه غطيناها، مهمة كلش. زين هذا الجزء الأول من جهاز Golgi. الجزء الثاني Physicals، والجزء الثاني Large Vacuole اللي هو فجوات كبيرة. زين بعد تكمله الستركتشر انه هو راح ما بي رايبوسومات، هاز نو رايبوسوم. هسه اني ذني ثلاث اسطر، ذني ثلاث اسطر، واحد اثنين ثلاثه ستركتشر، وهذا كان يجي بالوزاري من ماذا يتالف او من ماذا يتكون جهاز كولجي، كل شيء هواي يجيبه. هاي الفيزيكلز، وهنا انا عندي الاكياس، وهنا انا عندي فجوات، ما اقدر اميز الفجوه من الفيزيكلز. زين ما بيها رايبوسومات، ما راح يتواجد بيها رايبوسومات. جهاز كولجي راح يدعى دايكتيوسوم. دايكتيوسوم وين؟ ان بلاند سيل، يعني اذا جيت للخليه النباتيه ما راح اصيح له جهاز كولجي، راح اصيح له دايكتيوسوم او دايكتيوسوم. وظيفته اتس بولز سيلولوز اند سم، بعض مكونات السيل وول. اذا قال لي عرفه، إذا قال لي موقعه، إذا قال لي وظيفته، وهذا حيل يتكرر بالوزاري، شو أقول له؟ دكتيوسوم جهاز أو كولجي أبراتس إن بلانت سيل، إن سيتوبلازم بلانت سيل، إتس بولدز سيلولوز أند سم، يعني راح يكون هو يبني سيلولوز بعض مكونات السيل وول. نقطة. قال لي شنو اللوكيشن؟ إن سيتوبلازم بلانت سيل. وظيفته ذني وظيفته. هو إز ريسبونسبل بولد سيلولوز، من المسؤول عن بناء السيلولوز او بعض مكونات السيل وول؟ الديكتيوسوم. ما اقول له جهاز كولجي بلانت سيل، لا اسميه ديكتيوسوم. ان انامل سيل بالخلايا الحيوانيه، الجهاز كولجي هاز نمبر، يعني موجود به عدد من الوظائف. بولدنج اند سيكريتنج اللي هو بناء وافراز كومبلكس شوجر. نقطه. اجي بولي سكرايد، وين لقيتها؟ بالسوليد وول اوف بكتيريا. هنا ايش يقول لي؟ كومبلكس شوجر، فتنتبهون لهذا الكلام. هسه بناء وافراز سكريات معقده، سكريتنج بروتين، تفرز اولي بدون بناء بروتين. ليش؟ لان هاي راح تاخذه، هذا راح يتم الحصول عليه فروم اندوبلازميك ريتيكليوم، راح تحصل عليه من الشبكه البلازميه بداخليه، بط اتزمت بروديوس بروتين، بس هي ما تنجح. وهنا راح يجي في التعاليل عديده عليها هسه اطرحها لكم. سيكريتنج ماني ماتيريال، راح تفرز العديد من المواد لايك هرمون اند انزيمز. شوفوا سيكريتنج سيكريتنج سيكريتنج، كله افراز افراز افراز. واذا تتذكرون اول ما بدينا به هو جهاز افرازي، علل ليش يابا يعتبر كولجي ابراتس سكرتري ابراتس ليش يعتبر جهاز افرازي؟ اقول له يابا لان هو يفرز
complex sugar, protein and many material like hormone and enzymes. راح يفرز لنا المواد الهواء، لذا هو جهازا افرازيا يعتبر. زين، هذا الكولجي. كولجي غطينا به مميزاته، زين غطينا به الستركتشر مالته شنو هو، الوظائف بالانيمال وبالبلانت شنو هو راح تكون وظائفه. كولجي بودي يدعى بالديكتيوسوم وين وشنو، تعرف الديكتيوسوم اللوكيشن والفانكشن اله، وشنو هاي الصهاريج السسترينيا، شنو هاي الصهاريج اللي موجودة. زين، هاريد التعاليل هسه give the reason ليش الكولجي بالانيمال سيل doesn't make protein، او ليش كولجي بودي سكريت بروتين بالرغم it doesn't make it، ان هو in spite of it doesn't make it، ما يصنعها. ليش؟ بسبب انه it has no ribosome اللي تبني البروتين. زين، من يحصل عليها؟ اذا تتذكرون هيكون جوابه الوظيفة رقم 2 يحصل عليها من الاندوبلازميك ريتيكوليوم. واذا تتذكرون احنا اخذنا انه هنا يلعب دور نشط ببناء هنا they help transport material inside the cell بالاخص الى كولجي بودي. المواد اللي تصنع داخل الاندوبلازميك ريتيكوليوم راح تنقل لكولجي بودي. ليش؟ لان راح يتم التعديل عليها. راح اراويكم فيديو شلون يعدل، شلون يشتغل هو هذا جهاز كولجي. زين، تلقوا بالقناه مال تيليجرام. كولجي راح يفرز بروتين بالرغم من انه هو دازنت بولت، جهه نفس السبب يحصل عليها من الاندوبلازميك ريتيكوليوم. يعني هذا جوابه هيكون هنا هنا اكثر من ما هو هنا. زين، النباتات بولد سليلوز عن بعض المكونات نتيجة لوجود الديكتيوسوم إن سيتوبلازم أون بلانت سيل أوف بلانت سيل اللي هي مسؤولة عن بناء سليلوز بعض المكونات. هنا مجموعة من الأسئلة راح تلقوها اللي هي تحت عنوان what the responsible أو what is the responsible، من المسؤول، من المسؤول عن شنو. مجموعة من الأسئلة بولد سليلوز سكريت شوغر او هنا نقول عليها كومبلكس، مو شوغر وحده، كوم سكريت بروتين فقط افراز بدون بناء، بولد بروتين رايبوسومات، سكريت انزيمات، سكريت هرمونات، بناء بعض مكونات السيل وول، ديكتيوسوم هنا ديكتيوسوم صار اسمه، هنا صار اسمه ديكتيوسوم، بناء كومبلكس شوغر هاي نفسها الفقرة، ها بناء هنا افراز هنا بناء. What is the location of شنو موقع between the nucleus and plasma membrane special location، وين موقع الصهاريج راح القاها بكولجي ابراتيس. الكولجي من الصعوبة احدد موقع لان راح يختلف من حيث الشكل. هاي ابرز الاسئلة الموجودة هنا عن الكولجي، هاي تختبرون نفسكم بيها. هنا اكو فد مقارنة ما بين منو، ما بين الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم وكولجي ابراتيس. هنا اول نقطة بالمقارنة راح يكون الستركتشر، هنا راح تكون ارتكوليت انتر كونكت كونكتد سيستم، هنا راح يكون ثري تشامبر واحكي لك شنو ذني تشامبرات. موقع النقطة الثانية الموقع، النقطة الثالثة راح تكون الوظيفة، والنقطة الرابعة انه هنا لان رف بيها رايبوسومات، هنا هاز نو رايبوسومات، ما بيها رايبوسومات، فاكو فرق بيناتهم هيكون. زين، هسه هذا الاندوبلازميك ريتيكوليوم غطيناه بشكل كامل، ما عدنا بيه بعد مشكلة. راح نجي الى موضوع جديد الميتوكوندريا، واللي هي موضوع صغير بس مهم جدا، ونختم محاضرتنا. الميتوكوندريا they the spiracle or filamentous structure، تراكيب خيطية أو كروية، هيكون عرضها من نص إلى واحد مايكرومتر and طولها 10 مايكرومتر. فانتبهوا ما مدلول هاي الأرقام، what is the meaning، ماذا أعني بهاي الأرقام. They distribute in different cells، راح تتوزع مختلف الخلايا، هاي حفظوها يمكم.
الميتوكوندريا اند فاوند ان سيتوبلازم ايكاريوتيك سيل، اذا هي خاصه وموجوده بالبروكاريوتيك. They differ، راح تختلف in size according to the type of cell، هي راح تختلف بالعدد بالنمبر وبالحجم حسب نوع الخلية. اوكي هسه ذني تفاصيل. اجيت على الميتوكوندريا ستركتشر مالتها، راح يكون surrounded by double layer membrane بواسطة غشاء ثنائي طبقة. The inner layer has curves، يعني هذا راح اشوفه لان هذا الرسم مني مطلوب. هذا اني غشاءين موجودات، شوي هسه اغير الشاشة لكم. ذن الغشاءين هذا outer وهذا inner، اللي دي يقول لي double layer membrane. The inner layer has curves، بيها منحنيات وبيها folds انطواءات او ثنائات ب different shape بمختلف الاشكال and direction الاتجاهات. هذا اني هنه يجيني من ال inner membrane من الغشاء الداخلي، يعني ال origin مالتهن من ال inner membrane of منو of mitochondria. زين هاي منو بدي احكي عنها؟ هذني الكيرفز اند الفلوتس راح يكون مختلف الاشكال. باعوا هذا الشكل هذا الشكل هذا الشكل هذا الشكل، هنا هذا شكلها والاتجاهات، هاي تتجه لهنا هاي تتجه لهنا، يعني وحده للاعلى وحده للاسفل. لكن قمه توبس اوف ذيس كيرفز اند بندز، يعني هسه صار اسم هذني كيرفز فلوتس بندز، ذني انطواءات انثناءات انحناءات اللي تجيني من الانر لاير انر لاير ممبرين الميتوكوندريا. قمة هاي الانحناءات والانثناءات دايركت تتوجه توورد يعني باتجاه ميتوكوندريا كافيتي، اللي هو باتجاه تجويفها. هاي القمة باتجاه التجويف، هاي القمة اللي هي للأسفل لكن هي باتجاه تجويف الميتوكوندريا. شنو التجويف؟ يعني هذا الفراغ بالنص. أزين هذه التراكيب سميتها الستركتشرات، سميتها الكريستية، سميتها الكريستية. They increase زيد وظيفتها من السيرفيز اريا اوف ذا انر لاير ممبرين اوف ميتوكوندريا. لان انا من اجيب لك او من اجيب لك بالوزاري شنو وظيفة الكريستية اللي هي اسمها باللغة العربية الاعراف، شنو وظيفتها؟ هتقول لي زيادة المساحة السطحية اوف inner layer membrane mitochondria، لان انا ما موجوده هنا، انا شو معرفني المن ايش تقصد؟ فتضيف كلمه الميتوكوندريا تزود من المساحه السطحيه المن للغشاء الداخلي للميتوكوندريا. ليش؟ لان اكو انزيمات تنفسيه هنا فتزيد من كفاءه عملها. زين انتوا لو تلاحظون هنا انه هذا الانر ممبرين راح يكون مساحته اكثر من الاوتر ممبرين. هسه الستركتشر مالتها هنا هاي الاربع اسطر، شنو الكريستيه؟ وهنا انا عددها عرضها عددها توزيعها. زين شنو الوظيفه مالتها؟ قبل الوظيفه حفظوا لي هذا الاسم كريستيه وحفظوا لي هذا الاسم، شوفوا الفرق بيناتهم. هذا موجود بكولجي ذاك بالميتوكوندري، هنا اكياس مسطحه هناك كير فولز بينز، فانتبهوا هذني عليهم لاني يلقفكم بها ابو الوزاري يقول لكم how does how you أو how can you شلون أنت ممكن to distinguish between، شلون تقدر تميز بين الكريستية وهناك الثانية، فتحكي له شرح إنه ذيكي موجودة بجهاز كولجي الغرفة الأولى عبارة عن أكياس عددها من 3 إلى 10، هاي عبارة عن طيات كيرفيس أو فولدز بندز تجيني من الانر لاير أوف ممبرين الميتوكوندريا، فيعني تحكي له الشرح. زين شنو وظيفة الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا باللغة العربية اسمها المقتدرات أو يصحوا لها بيوت الطاقة، هي معروفة as a energy house بيوت الطاقة. علل ليش؟ بسبب إنه they are involved تشترك in producing high energy، بتشترك بإنتاج مركب عالي الطاقة اسمه أدنوسين تراي فوسفيت اللي مختصرة ATP، أي من الأدنوسين وتراي ثلاثي وهنا فوسفيت، لذا صحوا لها ببيوت الطاقة لأن تنتج هذا المركب. زين أما الوظيفة الرئيسية basic function of mitochondria إيش راح تكون؟ راح تكون slow respiration التنفس الخلوي. ليش؟ لأن هي produce باعوا هنا انفلوبل يشترك بإمتاج، لا هنا هي تنتج
تنتج الريسبيراتوري انزيمز، الانزيمات التنفسيه اللي هنا أنا هي تشترك بانتاجه. اذا للميتوكوندريا وظيفتين، ميتوكوندريا هنا ذاكر لكم اياها وظيفتين، وحده بيسك ووحده لا. زين هسه انا عندي اسئله كهومه على الميتوكوندريا، هذا الذكرايب هنا هي هيك مقدمه انترودكشن عنها، شنو هاي الكريستيه، تعريفها مهم، شنو الوظائف الميتوكوندريا وظيفتين، اعطيني سبب ليش البيسك فانكشن اوف ميتوكوندريا سيلولار ريسبيريشن او الميتوكوندريا معروفه ببيوت الطاقه، وليش هذه دائما يكرره وجود ذا كريستيا ان ميتوكوندريا، لان يزيد من المساحه السطحيه انر لاير اوف ميتوكوندريا. انتبهوا ميتوكوندريا لازم تذكر. زين there is a large number of mitochondria in muscles، عدد كبير من الميتوكوندريا راح القاها بالعضلات. هذا طبعا موجود باسئله الكتاب، هذا التعليل موجود عندكم باسئله الكتاب، خاف تروحون يعني تدورون عليه صفحه 42. اي هنا أنا بالثلاثين راح نروح للتعاليل اللي موجودة صفحة 31. التعليل الأول there are large number of mitochondria in muscles، الجواب راح يكون وظيفة المسلز عند الميتوكوندريا، راح أربط بينهن اثنينهن. شلون؟ أقول له بسبب أن المسلز need a lot of energy، تحتاج العديد من الطاقة during their work، خلال عملها. أو أقول أنه المسلز هي الورك مالتها movement حركة، والحركة need a lot of energy. زين their work عملها، والميتوكوندريا provide the muscles، تزود المسلز بمن بالانرجي، بسبب انه هي اساسا energy house، انه هي اساسا شنو بيوت الطاقة in the cell، and تشترك بانتاج production of the high energy adenosine triphosphate اللي هو هذا كلش مهم بعملية انتاج الطاقة. هنا خطوات الرسم، لان هذا الرسم عليه اربع درجات بالوزاري مكرر جدا. زين هنا مجموعة من الاسئلة، draw with labeling مع structure of mitochondria، define mitochondria وكريستيا، هاي الاسئلة البارزة عندنا بالوزاري، رتبت لكم اياها هنا، نشوفوها ان شاء الله من تبلشون تقرون المادة. اتمنى تكونون استفاديتوا من هذا الفيديو، غطينا ثلاث عضيات موجودات في سيتوبلازم الخلية البروكاريوتيك اللي هي الميتوكوندريا كولجي أبراتيس، وايضا عندنا الاندوبلازم كريتيكاليا. المحاضرة الخامسة انتظرونا راح نتحدث بها عن البلاستيدات، وايضا ثلاثة من عضيات اللي موجودة بسيتوبلازم الخلية البروكاريوتيك. شكرا جزيلا العفو الايوكاريوتيك، شكرا جزيلا لحسن اصغائكم.